هاي صبايا، أهلا فيكم بقناتي على اليوتيوب ميس رامي. بفيديو اليوم رح نعمل مكياج فضي يناسب العروس اللي عندها حفل خطوبتها، يعني إذا كنتي عروس ويوم حفل خطوبتك قريب فيكي تعملي هذا المكياج الفضي لحالك بالبيت ومن دون ما تروحي لصالون التجميل، لأنه خطوات هذا المكياج الفضي سهلة جدا وبسيطة وما رح تحتاجي منتجات كثيرة أو أدوات ميك اب كثيرة، لأني حاولت تبسيط طريقة مكياج الفضي وعملته بلونين فقط، فاستخدمت أي شادو لون رمادي وغليتر فضي فقط، يعني هذا كل اللي راح تحتاجيه بمكياج العيون لمكياج حفل خطوبتك. وأكيد حاولي أنك تتابعي الفيديو للأخير خطوة خطوة حتى تتمكني من عمل هذا المكياج الفضي ليوم حفل خطوبتك. وبحب لكم انه اللون الفضي رح يتناسب مع اي لبس رح تلبسه العروس في حفل خطوبتها، ويناسب ايضا كل الوان البشرة بما فيها البشرة السمراء او الحنطية او البيضاء، يعني الكل رح يناسبهم هذا المكياج الفضي لانه يذوي العين والوجه بنفس الوقت. أول خطوة رح ترتبوا الحواجب. بالنسبة لطريقة رسم وترتيب الحواجب تجدون رابط الفيديو تحت بالتعليقات أو بصندوق الوصف. من بعده رتبت العين بمرتب عبارة عن برايمر اسمه نوت ومثبت للميك اب في نفس الوقت، يعني يعتبر كقاعدة أساسية للمكياج. رتبت كامل العين وطبعا ما تنسوا أي زاوية من العين حتى تترتب جيدا. من بعده استخدمت فونديشن من ديرما لأنه درجة تغطيته عالية، وبما أنه مكياج لحفل خطوبة عروس حبيت وحد لون جفن العين بتغطية عالية. واستخدمت فرشاة مسطحة ونظفت قليلا تحت الحاجب. من بعده استخدمت بيوتي بلندر مبللة بالماء ومعصورة جيدا حتى يسهل علي توزيع الفونديشن أو الكونسيلر، وبنفس الوقت ما تمتص البرودكت وما أثر كل مرة ضيف كمية الكونسيلر أو الفونديشن. من بعده استخدمت اي شادو رمادي من باليت ماريونو، وبالعادة اوزع اللون بفرشاة الدمج الكبيرة، لكن بهذه المرة راح استخدم لون واحد فقط ومن دون ما اعمل تدرجات بالالوان، فلهذا استخدمت فرشاة القلم الصغيرة لاني حبيت يكون اللون غامق ومركز وثابت. لهيك بهذا المكياج الفضي استخدموا فرشاة القلم الصغيرة فقط. وزعت اللون الرمادي على كامل الجفن وكنت كل مرة ضيف من اللون قليلا حتى يصير غامق، لأني حبيت يكون لون رمادي غامق. وطبعا خذوا راحتكم بتوزيع الأيشادو حتى تتحصلوا على نتيجة جيدة. من بعده أخذت فرشاة دمج نظيفة ما في عليها ولا لون ونظفت أطراف الأيشادو ودمجته وموهت اللون جيدا. وأكيد ما لازم تضغطوا على الفرشاة وتركوا حركات إيدكم خفيفة ودائرية وسريعة حتى يندمج معكم الأيشادو. Thank you.
من بعده استخدمت لون فضي شامر وحطيته في وسط العين فقط من دون ما وزعه على كامل العين، وطبعا استخدمت إصبعي بهذه المرحلة لأنه راح تكون الخطوة أسهل عليكم، وأكيد راح يتركز اللون الفضي أكثر من استعمال الفرشاة. تقريبا هذا كل مكياج العيون اللي راح تعمليه، وما راح تحتاجي استخدام منتجات مكياج اخرى. يعني من بداية الفيديو استخدمت فقط اللون الرمادي واللون الفضي الشيمر فقط. وطبعا كلمسة عروس حبيت ضيف جليتر فضي على الخفيف. بهذا المرحلة مو ضروري انك تستخدمي جليتر اذا كان مو متوفر عندك. انا حبيت استخدام الجليتر الفضي لانه يعطي لمعة ولمسة مميزة للعروس، واكيد اذا كان مو موجود عندك وحبيتي هذا اللمعة استخدمي فيكس بلاس مع اللون الشيمر ورشي على الفرشاة فيكس بلاس، وحطي بفرشاة اللي فيها فيكس بلاس اللون الشامر، وهيك رح يصير لون شامر لامع وبي. بالنسبة للأيلاينر راح أعمل أيلاينر المفتوح أو اللي يسموه أيلاينر الهيبة أو الأيلاينر المزدوج. هو يعتبر من أسهل الأيلاينر اللي ممكن تعمليه حتى ولو كنتي ما بتعرفي تعملي أيلاينر، يعني يكفي أنك تعملي شكل مثلث بآخر زاوية العين وتطولي رأس المثلث بالأخير. فمثل ما شايفين رسمت خط من آخر رموش العلوية موازي مع نهاية الحاجب، من بعده قابلته بخط ثاني إلى داخل العين وكأني أرسم مثلث، وهيك رح تتحصلي على أيلاينر الهبة بخطوات سهلة. حطيت الرموش الاصطناعية واخترتها كثيفة بما أنه مكياج حفل خطوبة، والمكياج الفضي اللي عملته خفيف وبسيط فحبيت أبرز أكثر لمسة العروس. يعني حتى ولو ميكب العروس خفيف وكنتوا حابين تبرزوه أكثر ويكون أثقل من هيك قليلا، فيكم تضيفوا لمعة أو رموش تكون كثيفة، وهيك رح تبرزوا لوك ولمسة العروس أكثر وبخطوات بسيطة، وما تحتاج انك تكوني ميك اب ارتست او محترفة بالمكياج. يعني رح تتحصلي على اجمل واحلى مكياج لحفل خطوبتك بخطوات جد سهلة وبسيطة ومكياج خفيف وفخم بنفس الوقت. رتبت الوجه بمرتب اللي هو عبارة عن جيل مرتب وبنفس الوقت برايمر يغلق المسامات ويثبت الميك اب. من بعده حطيت فونديشن على حسب درجة بشرتي اللي هي درجة لون بيج، ووزعته بالبيوتي بلندر مبللة بالماء ومعصورة جيدا. من بعده استخدمت لوس باودر من بورجوا تحت العين. هذه الطريقة راح تخلي الاي شادو نظيف وما يتوسخ تحت العين، وبنفس الوقت لما احط الايلاينر على مدمع العين ما راح يسيل ويخرب الميك اب ويكون ثابت.
استخدمت اللون الرمادي اللي استعملته فوق العين، ومن بعده حطيت جليتر فضي تحت العين، واخترت الوسط حتى تبين العين كبيرة. رسمت مدمع العين، وحبيت يكون مدمع العين صغير حتى يكون لوك بسيط وخفيف. مسكرت الرموش السفلية بمسكرة إيسانس، من بعده استخدمت برونزر وحطيته على كامل الجف الوجه حتى دفئ اللوك. من بعده استخدمت بلاشر زهري، وأكيد استخدمت هايلايتر من لوريال لون بينك كخطوة أخيرة وآخر لمسة من لوك ميك اب حفل خطوبة العروس. أخيرا هذا هو الفاينل لوك لمكياج حفل خطوبة عروس، ناعم وفخم وبخطوات بسيطة وسهلة جدا، يناسب جميع ألوان البشرة ويناسب أي فستان عرس راح تلبسيه بحفل خطوبتك. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم لوك الفضي وتكونوا استفدتوا من الخطوات. قبل ما تطلعوا من الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك إذا استفدتوا من خطوات مكياج الخطوبة، وسبسكرايب القناة، وأكيد اتركوا لي رأيكم بالكومنت وشو حابين تشوفوا مكياج عيون بالفيديو القادم. مع السلامة.